وصلنا السوادي. طبعا السوادي منطقه جدا جميله قريبه من مسقط، ومع ان متوقعين ان في حاله جويه جايه، كنت انا متوقع ان الجو بيكون حلو، والجو جدا لطيف يعني. طبعا عندنا الكويك بيتش اونينج فتحناه، دراجاتنا معانا لان بنطلع رايد، وفي نفس الوقت هو منصور قاعد يجهز الستاند اب بادل بوردز. تحصلوهم هذيلا طبعا عن سيرف ساب عمان، بسوي تاج للحساب، تابعوهم. وهذا تشوفوه، هذا الكونكتر اللي يدخل في البومب اللي نستخدمه عادة لمضخة السيارة يعني، ونعبي من خلاله الستاند اب بادل بوردز. طبعا القطعة هذيك بتحصلوها ايضا مع سيرف ساب عمان، بسوي لكم تاج للحساب. واعطيكم معلومة بسيطة، عشان تعبوا البورد مع بومب سلندر واحد ياخذكم ما يقارب 15 دقيقة، فلازم يكون عندكم شوية صبر. منطقة السوادي أو شاطئ السوادي يستمتع بمناظر جدا خلابة، والمكان جدا جميل إنكم تيجوا مع عائلتكم أو أيضا تيجوا بنفسكم. في أشياء كثيرة تقدر تسووها، من الغوص للصيد للبادل بوردينج، يعني في شيء لك الحين. المهم خلصنا من البادل بوردينج، وكان الحين الوقت إن ناخذ الدراجات ونروح نستكشف السوادي. تاليريا طبعا، منصور على السيرون، سوادي مكان جدا رائع تيجوا فيه مع دراجاتكم الكهربائية. شوفوا الرايد، عسى تستمتعوا. جايين سوادي نطلع رايد، نجرب هذه الدراجة اللي دائما تشوفوها معي. هذه طبعا اسمها التاليريا ستينج، وكلاءها هنا او ما وكلاءها، الموردين هنا AM Motors. دراجة جدا رهيبة صراحة، كهربائية، البطارية تعطيك تقريبا ما يقارب 80 كيلو. وهنا احنا جاهزين. انا طبعا الدراجة غيرت فيها الثروتل من قريب، وهذا نحن طلعنا، وثروتل الجديد عامل فارق كبير صراحة. سوق في الرمل ما سهل طبعا. طبعا الثروتل اللي يجي من الوكالة حسيته انه كان استيعابه بطيء شوي، فطلبت الثروتل من ديرت بايك امريكا، وصلني قبل اسبوع وركبته على الدراجة، وبالفعل عمل فارق كبير جدا. This is soft soft sand. شوفوا من السمين والأمور طيبة، تروح تروح بالقيس، ما تقول لا. أقول لك شكلنا نسمنا شوية زيادة، شكلنا نسمنا شوية زيادة يا أخي. أيوة واجد عادي عادي تجربة التلاريا في سوادي أعطتني الفرصة أني أقدر أسوق الدراجة في رمال مختلفة. سقناها في رمال البحر، سقناها في رمال تشبه رمال الصحراء، وأيضا طبعا في الخور نفسه في الطين. والدراجة بصراحة أدائها غير طبيعي، يعني أنا ما كنت متوقع أن دراجة كهربائية ممكن أقارنها راس براس مع دراجة 2 ستروك أو 4 ستروك، شيء رهيب بصراحة. والشيء الثاني اللي اريد اذكره هو ان الدراجة هذه غيرت طريقة طلعاتي ورحلاتي. يعني كنا دائما نطلع ناخذ السيارات نخيم فيهم، لان نظام اوفرلاند، وما نتحرك كثير في المنطقة الا بعد ما نسكر الخيم ونطلع. لكن مع هذه الدراجة اقدر اروح اوقف سيارتي واطلع استكشف المنطقة على راحتي، صراحة غيرت الرحلات عنا
التوفيق. هذا كان فيديو بسيط عن طلعتنا والرايد اللي خذيناه في منطقة السوادي، مكان جدا جميل. أتمنى عجبتكم الحلقة، وإذا تريدوا تعرفوا أكثر عن الدراجة تواصلوا معي، حطوا كومنتاتكم تحت وإن شاء الله برد عليكم في أسرع وقت. ولا تنسوا to keep exploring.